بدر إذا كشف اللثام رأيته رأيته أبهى من القمر المنير وأعظم وأعظم سألتها بالله العظيم لتخبري لتخبري ما الاسم قالت من سلالة آدم سيدي آدم سلمة والمنازل مكة والبيت ما بين الحجون وبينما وبينما فقلت لها أتيني منك موعدا سيدي موعدا لأقضي به ما قد قضى فتبسمت خجلا وقالت يا فتى سيدي يا فتى أفسدت حجك يا محل المحرمة المحرمة فتحرك الركن اليمان خجلاً